بعد إطلاق مبادرة الأكاديميين من هذا المدرج، مدرج كلية الطب في جامعة إدلب المنعقد في 24 من الشهر الماضي، والتي انبثق عنها دعوة إلى تشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة في جميع أنحاء سوريا، هذه الدعوة تبلور عنها مؤتمر الذي سميناه المؤتمر السوري العام. يهدف هذا المؤتمر السوري العام إلى تشكيل جسم إداري واحد لجميع المناطق المحررة. بالنسبة لمن يشارك في هذا المؤتمر، يشارك في هذا المؤتمر كافة أطياف الشعب السوري وجميع الكفاءات الذين لهم تواجد في الداخل السوري، كي ينبثق جسم متكامل ضمن مركزية في الداخل السوري. بالنسبة لدعوة الآخرين، الحكومة المؤقتة أو المجلس الإسلامي أو غيرهم، فقد تمت دعوة جميع هؤلاء. وبالنسبة للفصائل العسكرية، ليس للفصائل العسكرية أي مشاركة في هذا الجسم الإداري، مع أننا استقصينا الآراء وأخذنا الموافقات الضمنية من جميع الفصائل الموجودة على فكرة الإدارة المدنية للمناطق المحررة. ونعني بالمناطق المحررة المناطق المحررة في سوريا كلها وليس في الشمال السوري فحسب. لكم تواصل مع جهات مدنية في درعا وفي الشام وفي ريف حمص وفي ريف حماة؟ تم التواصل مع جميع المكونات والإدارات والجهات المحلية الموجودة في ريف حمص الشمالي وفي ريف دمشق وفي درعا في الجنوب، وكان هناك لقاءات ممن هجر إلى الشمال، التقينا معهم بورشات عمل وطرح فكرة المبادرة، وكان هناك موافقة من الذين التقينا معهم وتشجيع لهذه الفكرة. المؤتمر سيعقد في 16 و17 من هذا الشهر، أي يومي السبت والأحد. وبالنسبة للمشاركة، طبعا الموجودون في جميع محافظات الشمال مدعوون للحضور حسب كل حسب اختصاصه. أما هناك بعض الشخصيات الموجودة في داخل المناطق المحاصرة فسيكون التواصل معها عبر سكايب. المتوقع من هذا المؤتمر هو إنشاء جسم إداري موحد مركزي لجميع المناطق المحررة في سوريا. المؤتمر سيكون كما ذكرنا يومي السبت والأحد. اليوم الأول سيكون هناك الافتتاحية، ثم تكون فترة ما بعد الظهر هي فترة ورشات العمل. فترة ورشات العمل التي سيكون فيها كل ورشة لها اختصاصها، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، قطاع الخدمات المدنية والمجالس المحلية، كل حسب اختصاصه. هذه الورشات ستكون منعقدة على مدار ساعات، هي التي ستخرج برؤية موحدة، كل ورشة على حدة في آلية العمل التي ستتبناها في مستقبل الأيام، وستنتخب منها من كل كتلة من هذه الكتل ستنتخب من يمثلها لتشكيل جسم نسميه جسم مجلس أمناء، الذي ينبثق عنه فيما بعد حكومة لهذه التشكيلات، وتكون هي بصفة المراقب على هذه التشكيلات التي سيتم من خلالها هذا التعيين. ما هو مصير المديريات التابعة للحكومة السورية المؤقتة كمديرية التربية ومديرية الصحة وغيرها من المديريات؟ هناك مديريات قائمة على رأس عملها، فهذه المديريات سيكون هناك تشارك معها، لن يكون هناك إلغاء لهذه المديريات.